السلام عليكم، مرحبا بكم، نهاركم مبارك وسعيد ان شاء الله. اليوم بغيت ندير المشحمه او المردف ولا المخلع تاع الصحراء تاعنا، ان شاء الله تعجبكم. بغيت نديرها على الطريقه التقليديه، ما بغيت ندير فيها حتى اضافات كما يديروها ناس بشار وناس اضرار، ان شاء الله تعجبهم هما تانيك، راهم من العائله من الاحباب، ان شاء الله يشفرجوا الفيديو وتعجبهم. كما قلت لكم ما بغيت ندير فيها حتى اضافات، ان شاء الله المقادير سهلين بسيطه جدا. عندي 500 غرام تاع الفرينه غربلتها، هي زوج غرافه تاع الفرينه غربلتها، مغرف تاع الخل هكا باش يكون عندي كل المحسن تاع العجينه تاعي، مغرف صغيره تاع الملح ولموها بالماء. هذا ما كان، هذا هي العجينه تاعنا. بسم الله نبدأ. بسم الله انا بغيت نديرها للحشيه مع لاتاي هكا باش الشحم ما يضرش، حتى ولاك فيه البصله اللي تعاوننا الانسان باش ما ينضرش، لكن لاتاي هو تانيك يتحط مع المشحمه باش يعني تكون نيشان كما يديروها صحاب الصحراء. نحط الخل تاعي والملح، الملح ما نكثرش باسكو غادي ندير في الحشوه تاني الملح باش تجي متوازنه. فوالا غادي نلمها عادي، نخليها طريه. قلتلكم الماء دافي، نديرلها الماء دافي. انا ان شاء الله راح نلمها ونرجع لكم. لميت العجينه تاعي، دلكتها غير 5 دقائق برك، وشوفوا كيفاش راهي طريه. ما لازمش تيبسوا العجينه تاعكم باش من بعد تسعفكم في التقراص تاعها، لازم تخلوها طريه. بصح كي تلموها عجنوها غير 5 دقائق وخلوها على جنب لمده ساعه هكا باش تكونوا يعني اليس في الخدمه، تعجنوها على بكري كيما دروك راهي الظهر. بغيت نحطها ان شاء الله مع لاتاي ومع العصر، غادي نخليها ساعه نلمها مليح في هكا كيس ولا ديروها فيلم اليمونتير. انا كمل الفيلم اليمونتير، غادي نزيد نغطيها بسربيته وان شاء الله نجيب المقادير تاع الحشو اللي ندخلهم في العجينه ونرجع لكم. وجدت صورة تاع الحشوة تاعنا تاع المشحمة تاع اليوم. راني ربيت حبة بصل كبيرة، حبة بصل حمراء كبيرة ماشي البيضاء، وشوفوا أمامكم راني خليتها تقطر مليح مليح، خليتها بالعاني بالصف الصفاية باش تشوفوا. ولازم ديروها تقطر هكا باش ما العجينة ما تتشمخ ما تتقطع مع حتى حاجة، لازم تاخذ الوقت تاعها في التقطار تاعها. وقطعت نص حبه فلفله صغيره حلوه، قطعتها مربعات صغار صغار هكا باش ما يتقبوليش ثاني العجينه، لازم يعني يكونوا التقطاع تاعهم يكون رقيق رقيق والبصله تكون مرابيه. ورا عندي البصله هذيك الطويله هذه راني قطعتها، هذه بصله بورو راني قطعتها رقيقه بالبزاف، هذه ما ينقطروهاش خاطرش ما تطلقش الماء، شوفوا ما طلق لا ما لا والو. وقطعت كميه تاع المعدنوس ورابيت الشحم، الشحم ماشي نقطعوه ولا لازم يتربى فوالا يخرج من الثلاجه ولا، خاطرش كي نشروه لازم نخلوه في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور هكاك باش ما يذوبناش في لاغاب. رابيته شوفوا راه بارد، رابيت كميه لاباس بها قريب كاس تاع الشحمه. راه عندي الطوماطم تاع العلبه، طماطم مصبره مغرف كبيره عامله مليح، وانا كي نحط الطماطم تاعي مصبره في الثلاجه ندير معها شويه زيت، راني صفيت الزيت وهكا باش تكون وحدها بلا زيت. والتوابل تاع المشحمه تاعنا تاع اليوم او المردف، عندي شويه تاع الملح ما نكثرش، شويه تاع الكركم، الفلفل الاسود راني عمرت مغرف صغيره عمرتها مليح، مغرف عامره مليح تاع راس الحانوت، مغرف صغيره تاع الكمون، والفلفل الاحمر حار. هذه كاين اللي يبغي يدير الهريسه تاع العجين تاع الهريسه ولا يبغي يدير الفلفله حمراء حاره، وهذه حاجه اختياريه، كاين اللي يبغي يديرها كاين اللي ما يبغيش يديرها. فوالا نفوت ان شاء الله نوجد الخليط تاعي. كما قلت لكم هذه البصله طويله ما تطلقش الماء، لكن الاخرى لازم تدي الوقت تاعها الكافي باش تقطر. غادي نجمع كاع المكونات تاعي، فوالا البصله هذه والشحمه ما تخافوش منها، غادي كي نطيبوا العجينه تاعنا في طاجين يكون في مويا الشحمه غادي تطلق وغادي تطيب وتطيب ما شاء الله. فوالا طماطم تاع العلبه، ما نديروش طماطم تاع الحبه،
ما نديروش طوماطيس تاع الحبه، غنطلق لنا الماء مالغري كاع تكون مرابيه مليح ونلاحظ صح. غادي نطلق لكم الماء في العجين وهي ما تجيش في المشحمه. ندير الشحمه تاعي والعجينه تاعي راهي تريح مادام نخدم، مادام تريح مادام مليح. نحط كاع التوابل تاعي، غادي نخلطهم مليح مليح ونجيب العجينه تاعي ونبدا نخدمو ان شاء الله. العجينه تاعي راهي ريحت لي مليح مليح، كي دلقتها غير 5 دقائق يعني كانت كافيه، وخليت لها الوقت الكافي باش تريح. راهي ريحت لي ساعه بلا ما خدمت كاع داك الشحم والمعدنوس والتوابل. دروك راح نقرصها، كل اخته كيفاش راح تقرصها، كاين اللي تعود تقرصها كبيره، كاين اللي حبات صغار. انا ان شاء الله غادي نشوف شحال تجيني من حبه. في 500 غرام نجيب سكين، ما عادش نديرهم كبار بزاف، غادي ندير ربعه تاع الحبات، غادي نكورهم ان شاء الله، نكورهم نحطهم على جانب ونبداو نحلو فيهم. فوالا هادو غادي نحطهم على جانب، غادي نوريكم كيفاش غادي نخدم الاولى. نجيب شويه فرينه، بسم الله، نديروش الزيت في الاول، نحلوها مليح مليح بلا علينا وراق بلا حتى حاجه، نخدمو غير بيدينا بلا الوراق بصح نحلوها مليح مليح. نحلها غير قد ما تدخل لي الحشو تاعها. نجيب الحشو تاعي، بسم الله، ان شاء الله تكون واضحه. ونبدا نلم، نبدا غير بالاطراف نبدا نلم فيهم. نقرصها مليح مليح ونخليها تريح. ما حليتهاش كاع بالوراق وخدمتها غير بيدي. فوالا نختموها مليح مليح، نعاود نقلب العجينه غير هنايا، نعاود نلصقها ونخليها تريح ان شاء الله. نديرها في جهه، غادي نخدم كاع هذوك الربع قرصات تاعي تاع العجين ونكمل ان شاء الله الطياب تاعها.
راني كملت العجينه تاعي في ربعه وخليتهم واحد الخمس دقائق قد ما وخلت هذوك الصوالح تاع اللي خدمت بهم وغسلتهم، نخلوهم يريحوا واحد الخمس دقائق ابان ونعاودوا نولوا للاولى اللي بدينا بها، ماشي التاليه اللي كملنا بها، توجور نعاودوا نولوا للاولى. راني درت الطاجين تاعي راه يسخن، راه سخون مليح مليح، نديروه دروك على نار متوسطه كي يسخن مليح نعاودوا نقصوا له شويه، ماشي كاع النار قليله بزاف. والاخوات اللي ما يقدروش يفدوا العجينه ديروا بابي كويسون فوالا. والزيت هذا غادي نديره غير للطاجين، ما غاديش نديره للعجينه، خدمت غير بالفرينه امامكم، نعاود ندير شويه تاع الفرينه باش نقد نعاود نهودها ان شاء الله كي شويه تشم شويه حتى الطياب كي يدخلها الطياب فوالا. غادي نقرصها نهودوها مليح مليح، كاين الاخوات اللي ما يبغوش يهودوها، هي زعما من الاحسن تكون مهوده مليح ونخدموا بالفرينه هكا باش من بعد ما نقطعوش العجينه تاعنا. راكو تشوفوا هادو لي بيلدر، يعني ان شاء الله العجينه تاعي راهي ريحت بما يكفي وتكون مليحه ما فيها لا خماره لا حتى حاجه. وانا من عشاق الصحراء تاعنا دائما نمشوا لها، وهذا العام الله غالب العطله ما مشيناش، يبان جبت الصحراء للدار ان شاء الله. نسلموا على احبابنا وناسنا، عائلتي في بشار واحبابي في اضرار فوالا. راني قرصتها مليح مليح، شوفوا السمك تاعها رققتها فوالا، راكم تشوفوا خدمتها غير بالعقل عليها. دروك راح ندير شويه تاع الزيت في الطاجين ونحطها طيب غير شويه يدخلها طيب، نجبد غير بشويه عليا هذاك البابي كويسون. وراني نعمر في لاتاي، بديت نطيب لاتاي ان شاء الله نشوفوها في الطاجين. حطيت العجينه تاعي في الطاجين، دروك راح زوج دقائق ولا ثلاثه فاتوا، غادي نهود غير بالعقل عليا العجينه تاعي. راني دايره الزيت من تحت قبل ما نحط البابي كويسون، كنت دايره ديجا الزيت مجدده في الطاجين باش كي نحطها ما تغبنيش. وراني على نار متوسطه والرائحه راهي ما شاء الله ما شاء الله، راهي بدات تطلع الريحه ان شاء الله. نخليها تطيب مليح من تحتها وما نتقلقوش عليها، خاطر الشحم راه خضر والبصله خضراء، لازم تاخذ الوقت الكافي في الطياب ان شاء الله حتى كي تطيب مليح من تحتها عاد باش نقلبها. راكو تشوفوا راهي بدات تطلع لي العجينه، راكم تشوفوا فوالا. غادي نخليها تطيب مليح مليح ان شاء الله ونقلبها، نكملوا كيما هكا كاع الكورسات تاعنا في ربعه. الحبة التالية صاي كملت، باش نعاود نوريكم كيفاش نقرصوها ونهودوها غير بالعقل عليها. ما تنسوش بلي البابي كويسون راه كاين، بصح ندير لها الفرينة هكا باش غير نحطها في الطاجين نجم نهودها غير بالعقل. وكي تقلبوها تقعدوا تهودوها هكا بهذيك لاسباتي اللي وريتها لكم فوالا، كيما هكا غادي نديها طيبة ان شاء الله نكملها ونعاودو نطلق. راهي طابت المشحمه تاعي، طيبتهم في ربعه، راني وجدت شويه تاع لاتاي مع العصر. كما قلت لكم المشحمه لازم لها شويه تاع لاتاي باش الانسان يقدر يستحمل هذيك الكميه تاع الشحمه. نزيد لها فقط هذه التاليه، نزيد لها شويه دهان تاع العرب، هذيك الدهان الابيض اللي يجي اللي يتباع عند صحاب تاع البنت، شوفوا ندير لها كميه لاباس بها فوالا. هذه راهي التاليه اللي طيبتها، غادي نقسمها امامكم ان شاء الله ديروها بصحتكم وتكون تعجبكم ان شاء الله. شوفوا مداك راهي سخون، راهي بالخف راهي دابت لي. نجيب طبسي نقسم فيها وحده، بسم الله راهي عاد سخونه. شوفوا من الداخل كيفاش راهي طايبه، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، هذاك الشحم راه طايب وراه كل شيء راه طايب ما شاء الله، كي البصله كي الشحمه كي كل شيء. ان شاء الله شهيتكم في الجنه، وتسيوها وتجربوها وتعطوني ارائكم في التعليق ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.